خطوف من حدائق الإيمان، الحرص والدنيا زوال. لماذا الحرص والدنيا زوال؟ ولا يغني غدا أهل ومال، وجمع المال في الدنيا ابتلاء، ويوم البعث أحمال ثقال. وليس لنا سوى الرحمن مأوانا، إليه مآبنا حق يقال. وأن رسالة المختار طه تبشرنا بخيرات تنال. فطب نفسا يا أخي وارضى به ربا يطيب لك الحلال، وسله إنه رب رحيم عادل، لغير الله قد ذم السؤال. يا عباد الله حبوا، ليس بعد الله رب، إن في القرآن آية هي للقلوب طب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. اللهم ارحم والدنا الحاج هيكل وأسكنه فسيح جناته. اللهم اجعل قبره نورا، عن يمينه نورا وعن يساره نورا، واجعله نورا على نورا يا ذا النور يا الله. تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا الشاب القارئ الخلوق الشيخ مصطفى أحمد هجرس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا والذين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يريدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاء فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديكم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
يا أوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما ولو أنا كتبنا عليهم أن
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا صراطا مستقيما وإذا لآتيناهم من لدن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يا سادة عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس علم التلاوة مصر والعالم الإسلامي والمقيم بشبر النخلة مركز بلدي الشرقية، وبذلك عبر يسير موجات إذاعتنا الدولية والهندسة الكهربائية ولؤلاء الأنوار ومخازن الفراشة الخبرى إدارة الحاج سيد أبو أمين المقيم بميت حبيب مركز بلدي الشرقية، الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الحاج خالد النحاس وأولاده المقيم بني هلال مركز ميناء القمح الشرقية. مصور هذه الليلة على شبكة الإنترنت صاحب وموقع منتدى سفراء القرآن الكريم المهندس ناصر صلاح مدينة الزقازيق شرقية. أسرة الفضيل الراحل يشكرون كل من جاء ليؤدي واجب العزاء.
أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.